السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. في هذا الفيديو سوف تشاهدون بعض المقاطع من دورات أونلاين تفاعلية مباشرة، والهدف من هذا الفيديو هو أن نعرف ما هو الفرق بين هذه الدورات والدروس التي تقدم على يوتيوب. الآن بالنسبة لهذه الدورات فهي دورات كاملة متكاملة، تكون تفاعلية مباشرة، وهنا تتم المشاركة من الطلاب بالقراءة، محادثة بالسماع وبالكتابة، وتكون لدينا خطة دراسية ويكون لدينا منهج نمشي عليه. يوجد هناك كتاب لهذه الدورة، وتكون الدروس منظمة مرتبة، يعني هي عبارة عن مدرسة. وبالنسبة للدروس على يوتيوب فهي يعني جيدة لفهم قواعد معينة مثلا، أو التدريب على بعض التمارين أو امتحانات، ولكن يعني هنا لا يوجد مقارنة بين الطريقتين لتعلم اللغة. فبالنسبة لليوتيوب يعني هنا الطالب يجب عليه أن يبذل مجهود كبير جدا، ويعني أن تكون لديه أيضا خلفية ثقافية جيدة حتى يتمكن من تعلم اللغة فقط عبر يوتيوب، ويجب عليه أيضا أن يبذل مجهود كبير جدا. وبالنسبة للدروس الموجودة في هذه الدورات فهي دروس تبدأ من الصفر وتؤسس الطالب بشكل جيد للامتحان وأيضاً لبعد الامتحان، وهو الهدف ليس فقط أن نتعلم اللغة من أجل الامتحان. فإذا أردنا أن نعيش في ألمانيا وأن نعمل في ألمانيا فيجب أن تكون لغتنا الألمانية قوية حتى نستطيع أن نندمج في المجتمع هناك، وحتى يكون لنا مستقبل أفضل في ألمانيا. فلا يوجد مقارنة أو وجه مقارنة بين الدورات هنا التفاعلية المباشرة وبين الدروس التي تقدم على يوتيوب. في هذا الفيديو سوف تشاهدون مقاطع من محاضرات للمستوى الأول A1. فلنبدأ. دي dritte Lektion: Städte, Länder und Sprachen. Städte يعني مدن، Länder دول أو بلدان، Sprachen لغات. Hier lernen Sie über Städte und Sehenswürdigkeiten sprechen. Sehenswürdigkeiten. وهي المعالم السياحية. يعني سوف نتحدث عن المدن وعن المعالم السياحية. Über Länder und Sprachen sprechen. سوف نتحدث عن دول وعن اللغات. Sagen, wo man war. Sagen, أن نقول. Wo man war, أين كنا. يعني أين كان الشخص. كنا في مكان مثلا معين فنقول ich war مثلا في هذا المكان. طبعا هاي احدى القواعد اللي رايحين ناخذها اليوم، وهو بريتيريتوم مع وهي افعال الكينونه فعل sein. بريتيريتوم وهو الماضي البسيط. ودي جيوغرافيشه لاجه انجيبن. جيوغرافيشه لاجه يعني موقع الجغرافي. Angeben, أين الموقع؟ مثلا أين تقع مدينة كذا بالنسبة لمدينة كذا في الشمال، شرق، جنوب، غرب وكذا. Sehenswürdigkeiten in Europa. المعالم السياحية في أوروبا. Also, die Akropolis in Athen. Wer von euch war in Griechenland, Griechenland يعني اليونان، oder in Athen? Wer hat die Akropolis gesehen? يعني ارفع ايده. Wer war in Athen und hat die Akropolis gesehen? يعني من ذهب الى اثينا وشاهد الاكروبوليس. Der Big Ben in London. Wer von euch war in London? Wer von euch war in London? خلينا نكتبها. Wer von euch war مثلا in وثم حسب المدينة أو der Eiffelturm in Paris. Eiffelturm
توم معناها برج وهو مذكر. Der Eiffelturm, Burj Eiffel في باريس. Wer von euch war in Paris? War der schiefe Turm von Pisa. Der schiefe Turm von Pisa. Schief معناه مائل. وتوم البرج يعني البرج المائل من بيزا في مدينة بيزا. Wer von euch war in Pisa? So, es gibt noch andere Sehenswürdigkeiten. Der Prater in Wien. Der Prater in Wien, وهو يعني مثل مدينة ملاهي كبيرة مشهورة يعني بزورها تقريبا 6 ملايين شخص كل سنة. Wer von euch war in Wien? Und das Brandenburger Tor in Berlin. يعني بوابة براندنبورغ. Tor معناها بوابة وهي بتاخد das Tor. Wer von euch war in Berlin? Gut. Und der rote Platz in Moskau. يعني الساحة الحمراء في موسكو. طبعاً السؤال الأول يعني عندما نرى مثلاً صورة لمعلم سياحي فنسأل كيف نسأل Was ist das؟ ما هذا؟ Was ist das؟ طبعاً das هي هنا ليست يعني أداة تعريف للمحايد بمعنى يعني اسم إشارة هذا ما هذا؟ Was ist das؟ فرضاً يعني أن رأينا صورة برج إيفل فنقول Das ist der Eiffelturm. Das ist der Eiffelturm. وثم نسأل Und wo ist das? Und wo ist das? وأين هذا? Wo ist das? Das ist in Paris. إنه في باريس. وثم نحن نسأل الشخص يعني الذي سأل Warst du schon mal in Paris? هل كنت مرة في باريس؟ يعني هل زرت باريس من قبل؟ كنت مسبقا لو مرة يعني مال معناها مرة. هل كنت مرة في باريس؟ فنقول مثلا Nein, ich war noch nie in Paris. Ich war noch nie in Paris. لم أكن ولا مرة في باريس. عندما نقول nie, noch nie يعني على الإطلاق لم نكن هناك. Wo liegt denn Paris? Wo liegt denn Paris? يعني أين تقع إذن باريس؟ Den هنا يأتي معناها هنا مثل إذن ويعني نستعمل هذه الكلمة عندما نريد أن يعني نظهر للشخص الذي نتحدث معه بأننا يعني مهتمين بالموضوع فنقول Wo liegt denn Paris؟ يعني نستطيع أن نقول Wo liegt Paris بدون دين فيكون يعني سؤال عادي يعني سؤال عادي أين تقع باريس ولكن عندما نضع دين فهنا دائما تؤكد على اهتمامنا بالسؤال حتى لو نسأل عن الحال مثلا كيف حالك مثلا ممكن أو نسأل عن حال الوالد مثلا نقول Wie geht's denn deinem Vater Wie geht's denn deinem Vater وكيف هو والدك إذن؟ يعني بما معناه أنا مهتم أسأل عن حاله ومهتم بأن أعرف كيف هو حاله يعني ليس فقط سؤال عابر فالجواب باريس ليكت إن فرانكرايش يعني باريس تقع في فرنسا ليك تقع في فرنسا فرانكرايش وثم نسأل Wo liegt Frankreich؟ أين تقع فرنسا؟ Wo liegt Frankreich? Frankreich liegt in Europa. يعني فرنسا تقع في أوروبا. طيب وثم نسأل Wo genau in Europa? يعني أين بالضبط? Wo genau in Europa? فنقول مثلا in West Europa يعني في غرب أوروبا أو im Westen von Europa بما معناه في الغرب من أوروبا هنا في غرب أوروبا in West Europa وهنا im Westen von Europa في الغرب في غرب وفي الغرب يعني هذا الاختلاف هنا
فطبعا نستطيع أن نسأل هكذا، يعني سؤال وجواب. ما هذا؟ Was ist das؟ Wo ist das؟ و wo liegt مثلا das؟ Wo liegt das؟ وطبعا نسأل إذا كنا مثلا في مكان. Warst du schon mal in Berlin؟ Warst du schon mal in Palästina؟ Warst du schon mal in Jordanien؟ Warst du schon mal in Marokko؟ In Algerien؟ Tunesien؟ In Lebanon؟ In Irak؟ إنه دائما نسأل نفس صيغة السؤال، إنه هل كنت مرة هناك بشكل عام؟ Warst du schon mal؟ Warst du schon mal da؟ تمام. Habt ihr Fragen؟ عندكم أسئلة بالنسبة لهذا الموضوع؟ Gut. الموضوع الأماكن الجغرافية. هنا نفتح صفحة 51 Seite Nummer 51. طبعا هذه خريطة ألمانيا. أسترايش هي النمسا، و دي شفايتس وهي سويسرا. تمام. وهنا يعني مكتوب هنا نوردليش فون او ام نوردن فون، يعني معناها في الشمال من او شمال شمالي كذا، ولكن كاسم الشمال اسمه ديا نوردن. ديا نوردن الشمال، ممكن ان نقول نورد او ديا نوردن. نورد معناها شمال، ودي نوردن الشمال. وهنا الغرب فيست او دي فيستن. فيست معناها غرب، ودي فيستن هو الغرب. والجنوب زود، ودي زودن الجنوب. جنوب او الجنوب مع الارتكل. وهنا الشرق نقول اوست أو دي أوستن. يعني نورد زود أوست فيست، أو دي نوردن دي زودن دي أوستن دي فيستن. تمام. وإحنا طبعا نعرف أنه دائما لما تكون الخريطة أمامنا، دائما فوق بيكون الشمال، وتحت الجنوب، على اليمين بيكون الشرق، وعلى اليسار الغرب. دائما هكذا، لأنه بدنا نسأل إحنا عن مواقع. فطبعا راح تكون ميونخ هي السنتروم تبعنا، سنتر. راح نسأل عن مدن تحيط في ميونخ، فأنا بدي أكتب يعني بعض المدن الإضافية، مثلا روزنهايم، مدينة روزنهايم هي تقع تقريبا يعني في الجنوب الشرقي من ميونخ، ولكن احنا نعتبرها في الجنوب، نعتبرها جنوب، لانه في عندنا مثلا الجنوب الشرقي بدنا نعتبر زالتسبورغ. زالتسبورغ في النمسا نعتبرها هي جنوب شرقي. وفي عندنا مدينة شتانبيرغ. شتانبيرغ هي مدينة يعني صغيرة تقع على بحيرة، هاي البحيرة هون، تقع في جنوب غرب ميونخ، جنوب غرب. ولاندسهود هاي المدينة تقع في الشمال الشرقي، وأوكسبورغ تقع في الشمال الغربي. والمدن باساو، نعتبر هون مدينة باساو إنها تقع شرق ميونخ، ومدينة فرايبورغ تقع غرب ميونخ، وإنجولشتات هنا تقع في الشمال، وحكينا هنا روزنهايم في الجنوب. يعني هاي المدن اللي راح نسأل عنها، يعني سوف نسأل عن هذه المدن أين تقع بالنسبة لمدينة ميونخ. يعني im Vergleich zu München، يعني مقارنة في ميونخ أو من ناحية ميونخ.
يعني مثلا عندما أقول أين تقع مدينة روزنهايم بالنسبة لميونخ، فنقول روزنهايم تقع مثلا في الجنوب من ميونخ أو تقع جنوب ميونخ. فالسؤال هو عندما نقول أين تقع روزنهايم، ما هو السؤال؟ Wer möchte? Wo liegt Rosenheim? Wo liegt Rosenheim? Wo liegt? Wo liegt Rosenheim? Wo liegt Rosenheim? فالجواب Rosenheim liegt in Süden nach Berlin, nach München. Von München, von München. Rosenheim liegt im Süden von München. يعني تقع في الجنوب من ميونخ. وإذا استعملنا اللي هو adverb يعني ظرف مكان، ما نستعمل الاسم، نستعمل ظرف مكان. كيف بكون؟ يعني نقول، لا نقول تقع في الجنوب من ميونخ، نقول تقع جنوب ميونخ. روزنهايم liegt südlich von ميونخ. نعم، روزنهايم liegt südlich von München. München. يعني روزنهايم liegt im Süden von München أو روزنهايم liegt südlich von München. فطبعا عندما أقول südlich فهنا يعتبر adverb يعني ظرف مكان ويكتب الحرف صغير، يعني لا يكتب كبير. أما إذا قلنا تقع في الجنوب يعني im Süden von München، فإم زودن، زودن شرايب من جروس، يعني نكتب الحرف كبير. تمام. الآن نسأل عن إنجلشتات. من يريد السؤال والجواب؟ Wo liegt Ingolstadt? Ingolstadt liegt im Norden München. München. Von München. Von München, ja, von München. Sahe. Au? Nördlich von München. Nein. Das Frage kann, wo liegt Ingolstadt? Ah ja, Ingolstadt. Ingolstadt liegt im Norden von München. Au, Ingolstadt liegt nördlich. Nördlich, bil ü. Okay? Nördlich von München. Tamam. الآن نسأل عن باساو. باساو ليجت، لا سؤال أول شيء، سؤال. سؤال، وو ليجت باساو؟ باساو ليجت أوس زودليش ميونيخ، إم فون ميونيخ. زودليش يعني هي بالجنوب ميونيخ باساو؟ نو نو نو، أوستليش. Östlich, liegt östlich von München. Von München. Au? Au, im, liegt im Osten von Munich. München. München. Mhm. Genau. Das Sual kam, die Frage war, wo liegt Passau? Passau liegt östlich von München. Au? Passau liegt im Osten von München. Sehr gut. Freiburg. Freiburg liegt. Sual, Awashi. Frage, erstmal die Frage. Wo liegt Freiburg? Mhm. Freiburg liegt im Westen von München. Westen, im Westen. Westen von München. München. Von München, München. München. Freiburg liegt westlich von München. Von München, na. Die Frage war, yani Sual kam, wo liegt Freiburg? Freiburg liegt im Westen von München. Auch Freiburg liegt westlich von München. Sehr gut. هاي كانت طبعا الاتجاهات اللي هي شمال شرق غرب جنوب. ولكن الآن
يعني توجد مثلا شمال شرقي، شمال الغربي، جنوب شرقي، جنوب غربي. نختار هنا مدينة لاندسهوت. مدينة لاندسهوت بدنا من اللي ما شاركوا. Vous l'echt land liegt sorry land bucht landshut wo liegt landshut landshut liegt im nordwest nordost von München liegt im Nordosten. Nordosten. Liegt im Nordosten von München. Liegt im Nordosten von München. أو إذا نستعمل الأدفيرب liegt M. بدون M ما نحط M نقول liegt von nordöstlich. Nordöstlich. بصير بعدين بالأو östlich nordöstlich Landshut liegt nordöstlich von München München تمام إما أن نقول Landshut liegt im Nordosten von München أو Landshut liegt nordöstlich von München تمام Augsburg Augsburg من اللي ما شاركوا بو ليجت أوسبورغ أوسبورغ الجواب أوسبورغ ليجت نورد نورد بستليش فون منشن نورد نورد بستليش فون منشن أو نورد فيستن أوسبورغ ليجت ليجت وليس ليجت 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 فون إم نورد فيستن فون منشن also أوسبورغ ليجت إم نورد فيستن فون منشن أو أوغسبورغ liegt nordwestlich von München. تمام، sehr gut. وشتانبرغ. Wo liegt Starnberg? Wo liegt Starnberg? Starnberg. 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 Starnberg liegt. Südwest. Südwestlich. Südwestlich. Wann? Von. Von München. Okay. وإذا بالاسم. Starnberg liegt west. Im. Im west صح. إم بعدين أول شيء دائما بالاتجاهات لما تكون الشمال الشرقي جنوب غربي دائما اتجاهات اللي هي الشمال أو الجنوب بعدين الشرق أو الغرب يعني عندك تبدأي في الزود يعني ليكت إم زود ليكت إم أيوة والغرب شو الغرب معناه الغرب فيست فيستن أو فيستن فنقول إم زود فيستن فون منشن إم زود فيستن فون منشن منشن تمام شتانبرغ ليكت ك إم زود فيستن فون منشن أو شتانبرغ ليكت زود فيستليش فون منشن طبعا مدينة كثير جميلة رائعة على بحيرة معروفة يعني حتى أغنياء ألمانيا موجودين في هذه المنطقة شتانبرغ طيب و
ضل عندنا زالسبورغ هنا. طبعا زالسبورغ هي تقع في النمسا، ولكنها بالنسبة لميونخ أين تقع؟ مين بحب يحاول؟ أنا بحب إنه الجميع يشاركوا، يعني إذا من اللي ما شاركوا مين بحب؟ وليكت زالتبورغ. وليكت زالتبورغ. زالتبورغ ليكت إم زود 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 ليش فون مونخن مونشن. طب هي وين تقع؟ هي يعني بالعربي جنوب الشرقي. شرقي شرقي في الجنوب الشرقي. زي ليكت زود أستليش. ها زود أستليش فون مونخن. زود أستليش أو ليكت إم زود أوستن فون مونشن. ليكت إم زود أوستن فون مونشن أو زود أستليش فون مونشن بالشرق. أوستن هو الشرق وبستن هو الغرب. هنا كما تشاهدين على الخريطة هنا زود أو دي زودن أوست دي أوستن وفست دي فستن الغرب نورد دي نوردن شمال جنوب شرق غرب. تمام زي قلت. ظل مدن لا خلصناهم كله لا جميع الاتجاهات. نشوف اللي أنا حضرته من ناحية كتبت يعني جميع الأسئلة والأجوبة. Wo liegt Ingolstadt? Ingolstadt liegt im Norden von München. Auch Ingolstadt liegt nördlich von München. طبعا nördlich أصبحت أملاوت هنا حرف الأو والإن كتبناها صغيرة لأنه يعتبر هنا adverb أو يعني ظرف مكان. فطبعا الأدفيربين تكتب دائما صغيرة يعني الصفات والظروف هنا تكتب دائما صغيرة والأسماء تكتب كبيرة. إم نوردن واستعملنا هنا إم يعني إنديم في الشمال. وهنا لا نستعمل حروف جر أو نصب لا نستعمل، نقول أينفخ نقول ببساطة نوردليش ليكت نوردليش فون مونشن. Wo liegt Passau? Wo liegt Passau? أين تقع Passau? Passau liegt im Osten von München. أو Passau liegt östlich von München. Östlich يعني أيضا أصبح أملاوت. Osten im Osten أو östlich. ولا نقول Passau liegt im östlich. لا نضع هنا إم وهي اختصار لإنديم يعني بصيغة الداتيف يعني الحالة هي داتيف مجرور. طبعا راح نأخذها إن شاء الله بالمستقبل المجرور. تمام. Wo liegt Rosenheim؟ أين تقع روزنهايم؟ روزنهايم liegt im Süden von München أو روزنهايم liegt südlich von München يعني في الجنوب أو جنوب يعني هي تقريبا جاي جنوب شرق يعني ما لقيت مدينة تكون مباشرة في جنوب ميونخ كلها فذكرت روزنهايم. هي صحيح أنها تكون شوية باتجاه الشرق يعني. So wo liegt Freiburg? Freiburg liegt im Westen von München في الغرب من ميونخ أو Freiburg liegt westlich von München westlich. So wo liegt Landshut? Wo liegt Landshut? Landshut liegt im Nordosten von München. Nordosten في الشمال الشرقي. أو Landshut liegt nordöstlich von München. Nordöstlich. وهنا أصبحت أملاوت. لا نقول nordöstlich. Nordöstlich بالأو. وهنا Wo liegt Augsburg? Wo liegt Augsburg? Augsburg liegt im Nordwesten von München, يعني في الشمال الغربي.
Augsburg liegt nordwestlich von München. تقع يعني شمال غربي ميونخ. إما نقول في الشمال الغربي من ميونخ أو شمال غربي ميونخ. Wo liegt Salzburg? Salzburg. طبعا زالتسبورغ موجودة في النمسا ومعناها يعني زي قلعة الملح اسم المدينة. زالتسبورغ liegt im Südosten von München. Im Südosten في الجنوب الشرقي. أو زالتسبورغ liegt südöstlich von München. جنوب شرقي ميونخ. Wo liegt Starnberg? Starnberg liegt im Südwesten von München. Auch Starnberg liegt südwestlich von München. هذه كانت بعض المقاطع من هذه المحاضرات التفاعلية المباشرة. وطبعا تستطيعون التسجيل في الدورات على الرابط التالي www.germanhof.com. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.